حوالين فبراير 2012 او يناير 2012، وبعد كده بيبقى ستارت جرين بتاع المشروع، وبعد كده كل اللي بعديها بتنزل. فهي كولز بتنزل بشكل متوالي، وكل كول ليها ستارت جرين وليها ديدلاين، ويجوال بيبقى في شهر 7 ده الستارت جرين، والديدلاين بيبقى في ديسمبر. طبعا الستارت جرين ده معناه ستارت جرين اوف سبمتنج بروبوزز، مش الستارت جرين اللي انا ابتدي اشتغل. فهو ده بس المفهوم، ان يمكن بعض الناس كان عندهم مفهوم خاطئ ان انا ممكن ابتدي اشتغل في الكول من اول الكوميونيكيشن او من اول ستارت جيت الكوميونيكيشن، فده الحقيقه مش مضبوط. ال في دي قائمه من البروجكتس اللي مصر خدتها، نسيت احط في البرزنتيشن، فيعني اللي طرحه في جامعه القاهره بعض الريسيرش انستتيوتس واكاديميه البحث العلمي لشبكه قانون المعلومات. وبالنسبه للساينس سوسايتي بالتحديد، هو لغايه هذه اللحظه مفيش جهات من مصر يعني حققت نجاح سكسس ستوري يعني بالنسبه للحته دي، الشبكه قانون المعلومات والتو بروجكتس اللي هم الجيميرا، ده بروجكت خاص بزياده دور المراه في العلوم، هو وومن ان ساينس وومن ان فيمين وومن ان ساينس والساينس الاس اي ستاتس، ده بروجكت اللي اتكلمت عليه دكتور عمر الاول، الخاص باستخدام الستودنتس از كاتاليست للساينس اديوكيشن. الابروتش يمكن اللي احنا متخيلينه في الساينس سوسايتي هو او لو احنا اتكلمنا قبل الابروتش، مين هم الستيك هولدرز الرئيسيين في عمليه توثيق العلوم دي؟ فهنلاقي التيتشرز تحت الستيك هولدرز المهمين، الكريكولا نفسها يعني دي تعتبر ستيك هولدر مهم، البوليسي ميكرز ستيك هولدر مهم، وكمان الستودنتس ستيك هولدر في عمليه توثيق العلوم. فاحنا مش بس مركزين في البروجكتس ليها علاقه بايديوكيشن او تدريب التيتشرز او اعطاء التيتشرز تولز جديده وانوفيتيف لتوثيق العلوم، لا احنا كمان ومهتمين كمان بالستودنتس نفسهم از كاتاليست او از تول لتوثيق العلوم. ففي حلقه برضه في بروجكتس موجهه للتيتشرز، ودي هي حاجات برضه احنا مركزين عليها عشان نعمل تيتشرز بروجرامز او تيتشرز تريننج بروجرامز للمدرسين. وفي نفس الوقت نرفع مقدراتهم في يوزنج الاوديو فيجوال تولز والمالتي ميديا تولز عشان يمكن تراكنج الاستفسار الخلاقي الخاص بالتيتشرز هيواجهوا ازاي الموضوع ده، او يمكن ينتقدوا الحته دي ازاي يقدروا هم عايزين عندهم يعني نفوش من الوزاره او يمكن من المنظومه نفسها عشان يقدروا يخلصوا منها بسرعه. فدي اخر الحاجات اللي احنا مركزين عليها هي التيتشرز، وزي ما قلت لحضراتكم كمان الكوريكولا في بروجكتس خاصه بديفولبنج الكوريكولا. البروجكت اللي احنا بنتكلم عليه حاليا اللي هو الاس اي اس اللي هو اخر واحد هنا اللي هو بيستخدم الاستودنتس از تول يعني في الساينس اديوكيشن، ده بروجكت فيه 17 دوله اوروبيه، وعدد البارتنرز اكثر من عدد الدول اللي في كذا دوله فيها اكثر من بارتنر، وده الحقيقه كان احد شروط المشروع ده اللي هو يكون على الاقل 10 دول اوروبيه. احنا يمكن الدوله الوحيده اللي خارج الاتحاد الاوروبي اللي موجوده في المشروع، وده يعني كان احد التشالنجز اللي عندنا اللي احنا محتاجين نبقى يدور اكتر في الستيت اوف ذا ارت بروجكتس اللي بتتكلم في الساينس اديوكيشن. فاحنا مش عايزين نخترع العالم الاول، احنا عايزين نشوف ايه اخر حاجه وصلنا فيها بالنسبه لتوثيق العلوم ونقدر نبني عليها على هذا الاساس. فالمشروع ده بالتحديد بيهتم بالستودنتس على اكتر ما بيهتم باي حاجه ثانيه، والمشروع كمان بيهدف في الاخر تو يونيفاي سيرتيفيكت اديوكيشن سيرتيفيكت ليا 20 دوله. احنا مش بورت من ال 20 دوله اللي هيعملوا الموضوع ده في الاخر، بس دول في الدول الاوروبيه هيونيفاي شهاده التعليم الاساسي في 20 دوله، ده هيبقى ممكن من 20 وزير تربيه وتعليم داخل الاتحاد الاوروبي. فاحنا يعني دورنا في البروجكت هو يمكن مختلف عن ده، بس احنا بنستفيد كمان من قربنا داخل مشروع بهذا الحجم عشان نقدر كمان ننقل افضل الممارسات والنو هاو الخاص بالساينس اديوكيشن. ليه ساينس سوسايتي وايه اللي هو المين فوكس بتاع ساينس سوسايتي؟ هو تقويه دور الساينتست بالنسبه للبابليك، زي ما كان في اول حديثنا النهارده اتكلمنا على التنميه الاقتصاديه مهتم يعني ان ريليشن ويز ادراك البابليك او بيرسيفنج البابليك من الساينس، فده احد اهداف الساينس سوسايتي بالتحديد. اظهار دور الساينتست للبابليك، اظهار الريسيرش ريزلتس ونتائج المشاريع الابحاث بالنسبه للبابليك، ازاي البابليك يقدر يحس او الناس العاديه تقدر تحس يعني ايه مشروع بحثي عملنا بيه
صدر كبير من السوسايتي او ليها دايركت افكت على السوسايتي. ده احد الحاجات الخاصه بالسانس ستادي الجندر ايكواليتي ستايز. ده برضه طبق مهم بالاسكس ستايز تكنولوجي. ده بيتحرك مش بس من الاسكس ستايز الريسيرش بروجكتس ده ممكن ان انترايز او ميل سيرك او كمان يوزنج الساينتفك داتا از سورس اوف انفورميشن. ده برضه يعني احد الحاجات الاسكس اللي بيتطلب ليها بشكل كبير هو يوزنج الساينتفك داتا ساينتفك ساينس اند دكشن وزي نستخدم الارت science education is about transference science communication, how to communicate science, where research problems or educational problems in the multiple teachers, where the stakeholders, the many stakeholders, family, etc. But the I mean, that's my focus of the science society, remember.